إلهي سبحانه وتعالى حديث القدس وحو كل يا ابن آدم إن آدمو أنفق وحا أنكسي بحي أنفق عليك أنا كسينا يا أوضش هذا كبحنا وحا آهي ستدبحي أنا كسيي بدل كيدنا كوبلا قاضي والله لا يخلف وعده إلهي نبلن ككبح أمي هدي إلهي كلي هاي بحي وحا آهي ستد أن كسي أول كيركاها أو وحلقو قشب آهي ستي اسكبوه وأنا وحبا كبحين خزائنت إلهي أو لغفر لهانا كركا أي سارنتهاي سومها بونا إنا ويل كان بنيستي ذو اللجوب وحيا وحيا أتكب حس وح كبر اللجوسي هذه قف كيرا هذا أذو ولتت بهاش يرتا شملان تام عافد بيها الوعده أو بيها أو قف كيرا هذا وربيها بحي مساكدة كا أو منسي عن ملب كوجشبة عن صوب كوجشبة عن ذهب كوجشبة واتي لما ما بحين كرو ما يالي كرو ما يالي كرو لقوله دول تاجن يا هاي فضلك يا بحسد وح كوين كيت كإلهي كوبلا قاضي وإلهي وكله يا بحي أنك سية نوع أو يا هذوك متقانت لكن وحه بالا إنه يا هاي مت كأبحين يصير مت كوين إن أياه بالا كيرك أمرك وكابوحة بحي بالقوله يا هاي حسنات يا أجر والقصين يا كيد إلهي أكتي ساعة meeshaana bedel ba soo galay banee mana yeelis aku bakhilis nabiga alayhi salatu wassalam abu dharba wuxuu yiri nabiga aanu imid markaan soo gaareena kaacbada hooskeeda ayuu fadhiyay nabigu markuu i arkay buu wuxuu yiri humul akhsaruna wa rabbil kaaba ayaga ayaa waxa yihiin kuwa khasaarada badan ilaahay ba ku dhaartay إلهي وان قد دارتك أيها وحيين كوة خسارة بضم أبو ذر وحي هذا الكامر كان مغلي أو النبي أكفر يستي فالنقي إيما سورتومين إن أن تمكنه إلا النبي سؤال أن ويديو إلي هو يدى يا أبهي وان كغفرنا يا رسولك إلهي من هم ذاتك أدورنا يسي أيها خسارة بضم إلهي وان قد دارتك واكوه بان مركب ويديو إلي مركز النبي عليه الصلاة والسلام هم الأكثرون أموالا وكو حولها بضن وهنتليالك حولها بضن إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا قفي إلى هذا ساتا يساتا يساتا ميانة من بين يديه هرتيسة ومن خلفه قضال وعن يمينه مدك وعن شماله بدح لنع والبؤبحية قف كاس أم بانهين قف كخساري وقليل ما هم وين يريهن ذاتك أيهن ذاتك حولها له أو سداس أهنا ويريهن بان نبي أيها سابت بادية انت كلا نبي قوحو كل دارتين خساريا أيهن كوا خسارة بلو فيرس الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام آيات باسو دكتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مجاريسان سما فلكا هي برغا هي وناغا ميشي سسر الى عاد بحسان وحا اتعشيه او وحا بحسان قلبك وحا كو هيسدو هانتيدا او جعشا الى او وحا بحسد برغا مجاريس انس بن مالك و هو ليهي كما في الصحيحين ابو طلحه كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا مقالة المدينة ذاتك الدقان وأنصار تعا ننك أوها انتبا ضنبوها وكان أحب شيء من أمواله بيروحا حوليه سنة وحو قتش على بيرتي بيروحا لورنشري وكانت مستقبلة المسجد ماشا يكوتا لما تقعنا مساجد كالنبي أي قابل سنة وكسو تشيد وامل استراتيجيا او ادي ادو قالئه او وخا لا غدان كاري وخو دمنا ان هين قالئه نبي محمد مساجد كيس عليه الصلاه والسلام او ضافها ادويه لوغ ايمانيو بي كسورجيت وكان رسول الله يدخلها رسول كان لنا بيرته واغلي جيري
أبو طلحة أوليها ويشرب فيها من ماء طيب بيم عن أو بيرتا سائل هاي أي النبي كعب جرى عليه الصلاة والسلام عيل بيل هاي ماشى نعم الله يسكوا إيمانا يكسر جد نبي قال جرى عليه الصلاة والسلام آية دا مركى سود دكتي أي أبو طلحة دقاتي النبي هو تجا صلى الله عليه وسلم مركى سود يا رسول الله إن الله يقول في كتابه إلهي وحي لي هي كتاب كيسة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آية دي بأخري وإن أحب أموالي إلي بيرحاء حولها يغنى وحان وكش الله هي وحويان بيرتاس أيان حولها آن لي هي نوعية دور دم أيضاً وكش الله قوان بسوكا وإنها صدقة لله وابحن يصدق إلهي درتي أو ربحي أرجو برها وذخرها عند الله كيت كذا إيا بر كذا إيا سمفل كذا أيان إلهي أكتي سكر تشيني إلهي أكتي أيان وحان كذا أجر حساب صنيا كيت كاس إيا بر كاس أيان إلهي أكتي سكر تشيني فضعها حيث شئت يا رسول الله مشى دونتيد رسولك إلهي ودق أدوك به دا جهاد كواديس هذه مساجد لقول الصالح هذه دناك الإسلام كله يا لقول فينا هيو تلدي إذا ذان كعد ضم بيا مشى دونتيد كبه نبي محمد محيري عليه الصلاة والسلام بخيل ذلك مال رابح ذلك مال رابح ومال ربحي ومال ربحي وفائدة يسيل الجاري وموقع إلهي وأمانة كل عيون وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أبو طلحة وحن أركيا إن أدتك قرابة ضاء أباهن بيرت أنا ذو قيبست مركز بيرتي قيبيي المأدير هديس هي قرابة دي بو قيبش فضل جيدين واحد الإمام ابن القيم وحلي عليه رحمة الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيا لها وجعل الله وحي وحكست وحا كمدها وآت وجعل الله إن وحلا بحياء يا صدق الله مركز النبي محمد وحو أهابو ليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يأخذه فرح النبي وكفرح هيا وحا بحنا هيا وحو كوينا قفك قادنا يا فرح وفرح هيا وحا كوينا نبي محمد فرحدة وكفر هاي ما تنوع بعشي أيوة ولذلك عبد الله بن عباس وحو يري قفك انتو سعاوس فكره صباح دي إيه ماذا باهي إيه حاجة وليه إيه إيه ماذا أمال بو يقل قفكاس أمال بو يقول لي ما دام أنيق أوحيق صداني وحو أركان أمال يقول له إنه ياي وأنا كفر حي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحان أبحنا هيا الصدقاء يا خير كأ متك قادنا يا وفر حيا لكن يا كفر حبضا نبي قول نبي كفر حبضا عليه الصلاة والسلام وحونا النبي قولي عليه الصلاة والسلام ما يسرني أن لي أحدا ذهبا الفرح قليل ما يسبورت الداء أحد إلا تدوكي لو متر بيتشيدا أو تشيد أنت إفرح قليل ما يسبورت أحد أو الذهب إنا إيسوك ناطو تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار هل شلنا أنك هايو سد حمينا إكسو وريكتو أنا وحك هايستو هل دينار أنك هايو إلا دينار أرصده لدين علي هل دينار أو قطلق لدين اللي يقول لي إنا إسكاقبحي إنا ملكة لغا ما هاني إن أبورت وحد أنت الله يسيو الذهب صد حبين يصد حمال موت عن هيو يفرح قال لي ميس وان قيبنا يا وحد دين اللي يقول لي يا أمك ريبة يا بس بروفيرسو إلهي سبحانه وتعالى وحقات بحين يسد أو يركع إلهي أكتي سسري أويهين بل نبي محمد فيري عليه الصلاة والسلام وحد لي هاي من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب قفكي صدق يستحبت تمير وحولك ما أو حلال طيبة ولا يقبل الله إلا طيب إلهي ما أقبل وحان طيبة هينه فإن الله يأخذها بيمينه إلهي ما مدكتي سكوك ونيا وحي يركعها
oo ilaahay dartii ula baxday oo yaraanta badnaa oo tayibka ahaa ilaahay baa midigtiisa ku qabanahay fayurabbiihaa lisaaxibihaa markaasaa ilaahay u barbaarinayaa oo u korinayaa qofkii iska lahaa kamaa yurabbii axadukum faluwa sida qofkiin u barbaariya darmaanka iyo ubadka yarkaa siduu qofku u barbaariyo u koriya ilaahay sadaqadii xabadda timirta ahayd iyo wax la mid a ilaahay kuu barbaarinayaa xataa takuuna mila aljabal ilaa ay ahaato buuraha oo kale ayaa lagu barbaarinaya maalintay kuu imaanaysa ma taqaanaa maalin aan adduunyadii kula baxday xabo timir ah ayaad aakhira waxaad helaysaa buur ajara ayaad kuu imaanahaya oo aad ugu baahi badan tahay ayaa xagga ka helaysaa bal u fiirso qof kasta oo u dhiibatid xoolo maantay inaad faa'iido yar ka heshid iyo inuu ku dhaco aallafihii uu kaa khasaariyo iyo inuu ayadii dhammaydba kaa inkiro unbuu adduunyadan u dhaxaysaa laakiin ilaahay agtiisa waxa dhaca oo kasab xalaala oo tayiba ah ilaahay dartiisna aad ula baxdid sidaas baa ilaahay kuugu barbaarinayaa ayadoo yar ilaa buuraha oo kale ay kuu noqoto nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam sadaqatee ugu fadli badan markaasaa nebigu yidhi qofka saddex xaalad markuu ku sugan yahay xaaladdaa sadaqada ula baxaa ugu fadli badan an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun taksha alfaqr saddex xaalad weeye markaad ku sugan tahay bay sadaqadu ugu sii fadli badan tahay adoo caafimaad qaba oo waxa weeyaan caafimaad qaba oo waxa weeyaan masna bakhiilaya oo saxiix ah adoo anta saxiixun shaxiixun taksha alfaqr caafimaad baa qabtaa inaad bixisid baad ku bakhiilaysaa fakhri baadna ka cabsanaysaa inay xooluhu nuqsaamaan oo fakhri ku soo qaabilaad ka baqaysaa saddexdaa markay kugu kulmaan qofka naf iyo shaydaan la dirira oo bixiya sadaqadiisu way ugu fadli badan tahay markaasaa nebigu wuxuu yidhi naftu markay ku bakhiilayso oo ay diidayso walaa tumhil ha u kaadin berri baa bixinaysaa mustaqbaldan baa u dib dhiganaysaa ha u kaadin xataa idaa balagat ilxulquum ilaa naftu halkaa ay gaarto taquulu lifulaanin kada walifulaanin kada alaa waqad kaana lifulaan markay halkaa naftu timaado ogaato inaad socotid baa waxaad leedahay hebel intaasuu leeyahay xoolahayga hebel intaasuu leeyahay hebel intaasuu leeyahay hebel intaasuu leeyahay nebigu wuxuu yihi waray baraaruga hebelka aad wax u sheegaysaa xooluhu waa u ahaadeen wax adiga wax lagaa weydiinaya ma ahan ilaahay baa u dhaxlay oo siiyey baa u ahaaday wax adiga wax lagaa baryahaya ma hebel intaasuu leeyahay hebel intaasuu leeyahay aabba dhimuu yidhi ninkii ku dhaxla ha la arkay waa leeyahay saasuuba u leeyahay hadduu caasi yahay waa leeyahay hadduu mid aan warkaaga yeelin yahay waa leeyahay hadduu weliga ayaa laha ku gooyay maantaa dhibatay dhaxalkaaga waa u taagan yahay kani aabba raalli kama ahayn iyo aabbaa wuxuu yidhi wiilkaygu dhaxli mayo isdhaxli mayna iyo sheekadaasi ma taallo kitaabka ilaahay baa dhaxlay dadku sadaqada markay maqlaan fadligeedana ay dhegaystaan inta fulisa ayaa aada u yar maxaa ka hortaagan waxaa ka hortaagan cudur nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ku dhacay ummadihii hore oo halaagay nebiguna uu yidhi waxaan arkayaa inuu idin halaagayo cudurkaas ayaa khayr kasta oo laguu sheega markiiba isku teedahay oo sadaqadii kaa hor istaagahay cudurkaasi muxuu yahay albukhl wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina haada addiinaara waaddirham ahlaka man kaana qablakum dirhamkan iyo diinaarkan waxay halaageen ummadihii idinka horreeyey walaa araakum walaa araahumaa ilaa muhlikaakum una arki mahaya ilaa inay idin halaagayaan mooyaane waddadii kuwii hore ay mareen inaad maraysaan mooyaane wax kale u arki mahayo asbuucii hore ayaan meel tuulaa waxaan kula kulmay nin odaya xoolo badan buu lahaa xoolihii uu lahaa weli waa u baaqi waa leeyahay markaasaa waxaan ku yidhi dhul badan oo meel fiican ku yaaluu leeyahay dhulkaaga wax masaajida ma ka dhisatay maduyo wax wadarasa qur'aana ma ka samaysa maya wax masaakiinta a ku waqafta ma jiraa maduyo
ilmahaagi ka waranbay xabsi bay ku jiraan buu dhaqan cilim baan u xirayn dhaqan cilim bay u xirayn adigu meeqa jirtaa 80 sano ayuu jiraa ilmihiina dhaqan cilim bay u xirayn ma isleedahay baa yiri aqli baa ku soo kordhaya maya xoog baa ku soo kordhaya iyo firfircooni maya ma isleedahay ilmahaas haddii caawa aad dhimatid oo xabsiga ka soo baxaan oo dhulkii meesha fiican oo fiyaalaha ku yaalay ku habsadaan oo qaybsadaan waxay isku keenahayaan aabe booskaas aan u waqafno u dayno ma isleedahay madi hadday ku joogtaa waa markaad caawayaysa kula gaari wixii aa ka yeeli lahayd haddaye nimanka dhaqacilinta u xiran waa nimanka ku sugaya caawa inaa qoorta laabtid mana sii xirnaanahayaan waxna igama ogolaan leedahay dhaqan cilin bayna u xiran yihiin hadda ayaa fursadda haysataade ka faa'iidaysto ninkana waxaan kula kulmay galab meel baadiya isagoo ari iyo cid u degantahay waa tuulo baadiya waxa waa waraysta wuxuu yidhi hal arrin ayaan tamaniyaa daabaan jooga socodkuna waa idhibaya fursad baa isoo martay oo idhaaftay xoolo badan baan lahaan jiray xajkii baa igu waajibay xoolihiina hadda waa iga dhammaadeen qof iga bixinahayo aan dhalayna ma jiro udayntaasna waa laygu leeyahay xoolaheedana ma haysto caawa haddaan dhintana qof iga bixinahayo ma ogo waxaan tamaniyaa buu yidhi hadda diyaaradaha hawadaas marahaya markaan u jeedo allow yaa intuu xarig kuugu xiraa oo xarigga aad qabsatid oo iska laalaadisi kacbada dusheeda markaad maraysid aad sii daysid ayaan tamaniyaa buu halkaa iskaga duldhacday ayuu tamaninahay fursad qaaliyaha ay soo martay buu yidhi waana dayacay anaa dayacay laba inay kuu kulmaan way fududdahay laakiin inay sii baaqi ahaadaan baa yar u fiirso inay kugu sii baaqi ahaadaan baa yar labadaasi maxay tahay caqli iyo xoog adoo leh xoolo ilaahay inuu kuugu daro way dhacdaa dad badan baana sidaas ah xoogna waa leeyahay caqlina waa leeyahay oo taladeeda waa leeyahay xoolihiina waa hayaa hal mid haddaan ilaahay kuugu darin calaa khatar baa ku suganta go'aan intaa qaadatid oo waxaaga hoos ka xariiqdi inaad bixisid haddaysan kuugu darmin labadaana inay iska baaqi ahaadaan waa yarta ama caqligii baa tegaya oo sariir baa fuulaysaa caqligaagu waa suulaya ama waxa weeyaan xoolihii baa dhammaanaya ama geeri baa ka soo hormaraysa imisa nin lahaa inay wax sadaqaysta oo wax badan rabay qorshe u degsaday oo waxa weeyaan la yidhi qaraxi hebel dhacay ismaali hebla dhacay buu ku tegay hebel waa la dilay intaas oo qorsho ayaa u diyaarsanaa maantaad haysaa caqligiina aad leedahay nin baa waxaa ku dhiftay aan garanayo dhiikar baa ku dhiftay shalal buu noqday hadalkiina ma soo baxaayo mana hadli karo hantil ayuu ahaa wiilashiisii mid ka mid ah ayaa nin weydiiyo waxaan ku idhi xoolo badan buu ninkaani lahaa haddana waxa weeyaan nin hadli kara ama caqligiisa shaqaynaya ma ah nafta un baa ku jirta ma laga yaabaa xoolaha in wax loo sadaqeeyo madi lagama yaabo dadkaani uma samaysna buu asagana waxaa laga yaabaa hadduu dareen yar maanta joogi lahaa waxa uu arkay arki lahaa inuu wax badan la bixi lahaa